ليزامي مرحبا بكم فلوق جديد. اليوم الرجاء غاش بدا الحمله ديالها باش تدافع على اللقب الثاني على التوالي. غادي نشجعوها بماتش ماتش باش تعاود تجيب لنا لاكاف دوزيام فوا المغرب. وصلت للتيران ساعه قبل الماتش، غنحاول نقل لكم كاع لي ديتاي ديال الماتش وكاع الحماس ديال الجمهور داخل وخارج التيران. خليكم معايا. تحيه رجاويه، ديما رجاء. اش بالكم في الماتش الدراري اليوم؟ ربح ان شاء الله، ربح ان شاء الله، ان شاء الله. مرحبا. سامي انا دخلت التيران بقى 4 ساعه وبدا الماتش. التيران مازال ما عامرش كامل، ما قال عامره كامله تقريبا، مازال شويه مي مازال كيدخل الجمهور. خليكم معايا، تبعوا معايا الماتش. مقابل ان شاء الله مزيان، ان شاء الله 6-0 ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. تشكيلة ديال الرجاء. Juan Carlos Garrido, entrenador. Yeah.
الشوط الاولى سالات 0-0 جمهور كاعي. اجمل ما كاين في الاقعه هو الجمهور. هو انت والله الا هو انت. دخلنا التيران كالاكسي معطل شويه. المهم على ما بالنا في اللقاء راه شويه الدراري بحال الطراوه البدنيه ديالهم عياس مع كثره اللقاءات، ولكن يكون خير في الدوزيام ميطا. حنا عوانين على كاريدو على الفيلوزوفي ديالو. لي دو شونجمون واش بان لك فيهم؟ ما شفتش انا دو شونجمون، شفت الشونجمون ديال حدراف مع حفيدي، ولكن سي لوجيك. واقيلا حفيدي راه باقي لا بليسيغ ديالو، ولكن بان لي سميتو الشونجمون الاول اصلا ما يدخلش السونات. ما شفتش الشونجمون الاول، ولكن الشونجمون الثاني كان غلط ديال باين غلط ديال المدرب غامر بحفيدي. راه هذاك الشيء اللي كان اللي بان لي انا بغى يحافظ عليه الماتش ان شاء الله. ميطا التالي نشوف الله يجيب التيسير. هذاك الشيء اللي كتبك لاشين الجمهور كيسول على لاشين. ايوا غطلع شكرا.
86 بالرابع ماركه على راسه.